السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي نوتريسيونيست كوسميتولوج لابورونتين. الوغ الفيديو ديال اليوم غادي يكون على بعض لي زانغغيديون اللي تتلقاوهم بزاف دابا بحال تنسموو حنا دي زانغغيديون فار ولا فيموس ولا مشهورين ولا تيلعبوا عليهم في لي برودوي كوسميتيك. دابا ريسامون ولاو لي برودوي كوزميتيك الكوريين طوندونس بزاف الناس كيشريو منهم وتيشكروهم مي اون فيت كاين اللي كيشكرهم كاين اللي ما كيشكرهمش كاين اللي كيعجبهم كاين اللي ما كيعجبهمش كاين اللي عايق بالقالب كاين اللي ما عايقش ويقدر يكون سبب في انتشار هاد لي برودوي كوزميتيك هو التاثير ديال المسلسلات الكوريه. دابا عقلتوا واحد الوقيته بانوا المسلسلات التركيه بواحد الشكل كبير دخلوا للدول العربيه دخلوا مدبلجه وهذا وهذا دونك الناس بكثره ما ولاو كيتفرجوا في المسلسلات التركيه بواحد الشكل كبير ولا كيبان لهم الرجل التركي هو كل شيء كاركتر ديالو مزيان هو مزيان ما كرهناش كو كانوا كاع المغاربه بحال التواركه زوينين مؤدبين دونك ولات مثلا المغربيات بزاف ولاو تيحلموا يمشيو يعيشوا في تركيا ولاو تيحلموا يمشيو يتزوجوا بتركيين ولو بروبليم سي كو بزاف اللي خلاو دراسه ديالهم ومشاو تما لقاو واحد الواقع مختلف تماما لقاو صعوبه الكاركتر ديال الرجل التركي لقاو داكشي اللي كانوا تيشوفوه في الافلام راه ماشي هو الواقع لان فيلم راه هو قصه عباره على واحد السيناريو كاتب واحد الكاتب او واحد الكاتبه ما ماشي هو الواقع هو كيجسد الفيلم او المسلسل كيجسد واحد القصه ما دونك هذاك الهوس بتركيا خلى التجارة التركية كتزدهر في الدول العربية خلى السياحة التركية كتزدهر كل شيء ولا كيبغي يمشي لتركيا وكنت مؤخرا كنت شفت واحد الفيديو ديال واحد لاكوميديان اللي كتعجبني صراحة كتعجبني بزاف لأن طريقة ديال التجسيد ديال 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 الشخصيات مريم قدميري طريقة ديال تجسيد الشخصيات عندها زوينة بزاف دونك كتجسد الشخصيات بالمكياج بهذا كتلعب مزيان وكنت شفت انها كيفاش كتتدمر من الرحلة ديالها لتركيا وان ما عجبهاش هاد المشية اللي مشات لان لقات ان التعامل تما في لي زوتيل وفي هذا سيء جدا ودارت واحد لا كومباريزون ما بين حسن الضيافة ديال المغاربة وما بين تما. المهم انا دخلت لكم في متاهات اخرى ربما داتني الهضره ولكن غير بغيت نقول لكم انه التاثير ديال الاعلام والميديا والمسلسلات وداكشي تيخليكم تخيلوا شي حوايج اللي تقدر تكون ماشي صحيحه. بالنسبه للمسلسلات الكوريه حيت تشوفوا دوك الكوريين مازال تيبان لك بياض ولا تيبان لك لابو ديالهم مزيانه ولا تيبانوا لكم فصافي اون فوا دخلوا دوك لي برودوي ديال كوريا صافي وليتوا تقولوا هاد لي برودوي هادو راهم واو. من 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 هاد لي برودوي هادو كيستعملوا هاد لي برودوي ديال 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 كوريا وبعض المرات ديال اليابان واتسيتيرا تيستعملوا بعض لي زانغغيديون بعض المرات اللي كيكونوا غريبين وبعض المرات هما تيطلعوا الثمن ديال البرودوي باغ اكزومبل زيت ديال الحصان ماشي زيت ديال الحصان اللي هي واحد النبته وهذا زيت باغ ماسيراسيون ديال واحد النبته اكس ولا لا كنهضر لكم على زيت الحصان. ملي تيجي هاد زيت الحصان هاد زيت الحصان تيجي من الدهون ديال الحصان ياك وهاد الدهون كيتم تكريرها وتيتم تحويلها تيتم فينالمون في المعامل تيتم الحصول على واحد الزيت دونك هاد الزيت الاصل ديالو هو الحصان ماشي زعما غير اسم ايفيكتيفمون الاصل ديالو هو الدهون ديال هاد الحيوان هذا الحصان العود دونك كي يتسوق هاد الزيت ولي برودوي اللي هما من هاد الزيت على اساس انهم شي حاجه معجزه كداوي ليكزيما والاحمرار وهي كان هاد الزيت هذا كان داخل في الثقافه القديمه ديالهم علاش لان بعض المرات ما كيكونوش لي مويا بعض المرات بحال مثلا بكري كان كيشدوا العيالات الشمع وكيذوبوا مع زيت العود وتيديروه رجليهم وتيديروا علاش لان ما كانوش دي برودوي كثار اولا القدره الشرائيه اولا
بزاف ديال الحوايج وداكشي تيتقام رخيص. دونك حتى هادو داخل في الثقافه القديمه ديالهم بيسكو سي تان ريسيكلاج، يجيبوا الشحمه ديال الدهون ديال الحصان و يصاوبوا منها زويته و تخدم داكشي. دونك شنو هي البارتيكولاريتي ديال هاد الزيت هذا ديال الحصان ديال العود؟ هو انه في التركيز زعما في التركيبه الكيميائيه ديالو تيشبه شي شويه السيبوم. السيبوم هو داك الزيت اللي كيطلق البشره ديالنا، تطلق الجلد ديالنا، تطلق الفروات الشعر ديالنا. هو الزهم، هو الزيت، هو الدهون اللي كنطلقو كيطلق الجلد ديالنا. دونك هاد لو سيبوم هذا تقارب كيميائيا التركيبة ديالو كتقارب تركيبة ديال زيت الحصان أو زيت العود، وزيت العود ماشي زيت العود، سورتو في التركيز ديال الحمض لينولينيك. يعني كاين واحد التقارب في البورسونتاج ديالو. وليني بيناتنا، واش عقلتوا واحد المرة كنت كنهضر ليكم على واحد الزويته كما راها هاد الزيت كتصلح لابو غراس وكتصلح حتى لابو سيج، وهي زيت زوينه بزاف والتركيبه وهي نقدروا نقولوا عليها زيت، نقدروا نقولوا عليها اون سيغ، والتركيبه الكيميائيه ديالها تري بروش من التركيبه الكيميائيه ديال لو سيبوم واللي هي زيت الجوجوبا. وانا الا تحط حدايا زيت الحصاد وتحطات حدايا زيت الجوجوبا، شنو غنختار؟ اختار زيت الجوجوبا. ايوا بدل ما نمشي نقلب انا على زيت حصان وفي برودويات ديال زيت الحصان اللي ما نعرفش شنو كيفاش مصاوبين ومكررين واش غنستافد منه وما هذا وهذا، تيعطيو هو زيت الحصان تيعطي واحد ليدغاتاسيون. كاع الزيوت راه كيعطيو ليدغاتاسيون، سورتو لي زويل اللي تيكونوا زوينين واللي تيكونوا فيهم مركبات اللي مزيانين، تيكونوا فيهم ديزاكتيف اللي مزيانين. دونك انا بالنسبه ليا غنختار زيت الجوجوبا. ديجا انا فكره انه زيت ما عرفتش داك الحصان واش قاتلين ومسكين دابحين وغير على قبل داك الزيت ولا شنو، ديجا انا الفكره ما عجبتنيش. وحتى الطريقه ديال 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 استخراج هذا الزيت والعمليات اللي تيدوز فيها في المعمل كتخليه واحد الزيت اللي مجرد مرطب الوغ كو زيوت نباتيه الاخرى مرطب واشياء اخرى. داكو دونك بالنسبه ليا بغيتو شي حاجه اللي كتضاهي التركيبه الكيميائيه ديال الذهب غتمشيو لزيت الجوجوبا. واخا حاجه اخرى في هاد لي برودوي ديال اليابان وكوريا وداكشي تيلعبوا لينا بزاف على دوك على دوك لي برودوي اللي تيكونوا من داكشي اللي تطلق ليسكاركو، ياك داكشي اللي تطلق ليسكاركو. وانا فايت هضرت لكم على هادشي وقلت لكم انه ما كاينش شي حاجه بعدا سيونتيفيكمون بارلون شي حاجه كتثبت ان هادشي ديال الحلزون راه تي زعما تحيد التجاعيد تيقاد البشره و ما كاين شي. دونك هذاك غير كيبقى غير ماركتينغ وصافي. وكاين عاوتاني تيلعبوا على واحد الحاجه اللي هي الذهب والاحجار الكريمه وهاد لي برودوي اللي تيكونوا من الذهب ومن الاحجار الكريمه تيكون الثمن ديالهم شويه طالع، تيكونوا غاليين شويه. ايوا انا نصيحتي ليكم وانتم ادرى، قولي باش مشيتي تشري واحد برودوي غالي بالذهب وبالاحجار الكريمه تجمعوا فليسات وتشريوه ذهب واحجار كريمه وتلبسوها وتبان عليكم. اما في الكوزميتيك ما كاين حتى شي انتيغي جوسكا دابا لهاد الذهب او لهاد الاحجار الكريمه زعما في الكوزميتيك. وحاجه اخرى كاينين بعض لي برودوي دابا كتشوفوهم تيديروا فيسبوك وداكشي تيبان لك حقه بالذهب، ما بالذهب هذاك راه ماشي 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 نيترات ذهب نيت اللي كتعرفوا. فهم تيجيبوا ورق الذهب ماشي ديال الذهب بحال داك اللي كيتستعمل في الحلويات وكيبقى يخربقوا تما وتيصاوبوا شي تويشيات وصافي. دونك مهم حاجه اخرى عاوتاني نسيت كيصاوبوا ثاني من داك الزعانف ديال القرش. حنا كنا عارفين الزعانف ديال القرش كتستخدم في الشوربات زعما راه تقوي الركابي بحال مثلا نقولوا حنايا الكرعين حتى هو تيدير لك الركابي وتيدير لك. فهاد الزعانف ديال القرش حتى هما كيتستعملوا في دي سوب، فدخلوا حتى هما بواحد الشكل قوي في هاد لي برودوي هادو الكوزميتيك على اساس انهم يحفزوا لك الكولاجين ايتترا. المهم هادو بعد لي زاكتيف اللي بالنسبه لي انا تنشوف انه
ça sert à rien انكم تشريو دي برودوي لي غاليين اولا بداو تقلبوا عليهم ويجيو ليكم من برا و ايتترا على ود هاد لي زانغريديون هادو اللي 90% ما غادي ينفعكم حتى شي حاجه دونك ونتمنى شي وحدين يكونوا خداو شي حاجه فيها زعانف قرش ولا فيها السم لاغيني السم داكشي شنو هي ديك سبايدر مان سميتها شنو هي لاغيني الرتيله السم ديال الرتيله ولا داك الساليف ديال لي غونديل ولا المهم هادو كاملين هادو راه كيتسوقوا اكطويلمون والناس كينبهر بحال دابا حنا عندنا في المغرب النيله غنمشيوش بعيد ماسكات وكريمات النيله دايرين بوم ما ماسك النيله والمشكله كيبان لك هذاك الماسك اللي كيتباع زرق زرق هذاك الزرق هي بعدا ماشي النيله كتاكسد النيله في لي برودوي كتاكسد دونك باش تشوف داك الزرق هي في لي برودوي راه ماشي نيله النيله كدار بواحد تدخل بواحد شوي كوك بواحد البورسونتاج اللي ما خصهاش تفوتو و تيتزاد لها واحد الملون ازرق هو اللي كيبان لكم داك الزرق هي هذاك سان كولور كغا ملون فهمتوني ماشي بالنسبه للنيله خذوا البودغ ديال النيله وديروا منها ماسك ساسيغ اريان كنتو تشريو دي كريم اباز ديال النيله دي كريم اباز ديال الشاربون اكتيف ديال الفحم النشط مزيان هذاك فحم نشط كيتزاد تال كيلي ما محتاج لا ملون لا حتى شي حاجه وتيفيد سورتو لا بو اللي كتكون غراس وهذا كيفيدها مزيان الوغ كو ماسكات النيله ما كنلقى حتى شي تيبقى داكشي ديال الماركتينغ صافي تيبقى داكشي ديال التسويق الوغ كو اللبان الدكر الا تعرف كيفاش يتوظف وشنو يتوظف منه شي حاجه واو شي حاجه ممتازه الا تعرف شنو يتستعمل منه وكيفاش يتستعمل وبالقد اللي يتستعمل شي حاجه مزيانه بزاف ومعايا شي تستعمل اللبان الدكر شي حاجه مزيانه بزاف شي حاجه واو شي حاجه ممتازه ولكن ماشي بالطريقه اللي كيتستعمل اكطويلمون في الكريم دونك معكم ايمان انوار تازي نتمنى ان يكون الفيديو فاتكم شويه دخلت وخرجت عليكم بزاف ديال الهضره مشكله انني ملي ما تنصورش مده طويله دابا يمكن شي اكثر من شي 11 يوم يمكن هذا ما صورت ملي ما تنصورش مده طويله تنشعل اون فوا تنشعل الكاميرا صخرا نصور بزاف ديال الفيديوهات تبقى دوي نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وعندك نكون كنكرر المعلومات فانا كنتمنى ان المعلومات توصل بكل سلاسه وبكل بساطه ولو شوا ديال لي تيم راه تيكون دائما نتيجه الاسئله ديالكم ماشي اعتباطا هكاك و فوالا المهم نتمنى انني نكون كنفيدكم وما كنضيع لكمش الوقت ديالكم بسلام عليكم.